التعادل هو سيد الموقف، إنما لسه إحنا في الفيزافي أو في فلان مقابل فلان، فلان فيرسس فلان، علي الحجار فيزافي مدحت صالح. ممكن تقبلي مني ان انا اعزمهم على حسابي؟ انا بحب البلاد قلبك ابيض يعني انا هنكر، انا قابض منكم كتير اعزمهم على مش مشكله. لا يعني انا حاسه ان ايه طول الوقت الواحد ممكن يعني يكون عايز جدا يحضر حفله لعلي الحجار وعايز يحضر حفله لمدحت صالح. الله لما احضر حفله الاثنين ده انا اكون يعني نزي على راسي. والله عملت فينا كبير كتير. مدحت صالح وعلي الحجار مثلوا نفس الدور نفس الشخصية بالتبادل، يعني شخصية لعبها علي الحجار في الجزء الأول جم في الجزء الثاني راح لعبها مدحت صالح، ودي حاجة معرفش أثرت على صداقتكم ولا عملتوها عشان انتوا مفيش أي حسابات بينكم وبين بعض. لما الشتا يدق البيبان، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام، عالم طيار ورياح قوية بتهد كان تكسر فيا، عالم طيار ورياح قوية بتهد كان تكسر فيا. فيلم رصاصة في القلب المأخوذ عن مسرحية توفيق الحكيم الشهيرة، كان من بطولة محمد عبد الوهاب ورأي إبراهيم. لما رأي إبراهيم سألت محمد عبد الوهاب حكيم روحاني حضرتك، قال لها إيه؟ أيوة ألا أيوة. أنت سلمت كده، هو كده أخذ نقطة إضافية عنك على فكرة. أنا فرحان له طبعا، الله ابني الله يفرح لابنه أكتر من نفسه. حبيبي يا بابا دعوتي في الفجر يا الله تسمعني لي كل رضا، هتسمعوا جملة موسيقية يعني بداية أغنية معاهم من ورانا. من ورا بداية أغنية، واللي هيقول اسم الأغنية الأول النقطة تحسب له. لا هو كل واحد أبيض فوقيه اتنين أسود، لأن أنا كنت بغش في أيام ما كنت بمتحن، كانت الدكتورة تقول تعمل علشان أقول الحرف إيه، فهي تعمل كده أنا أكون ببص فأقول لها، فأنا معلم الدو تحت أبيض وأول حرف فوقيه اتنين فيها اتنين أسود فوقيه، فعد واحد أبيض اتنين أسود وعد يعني واحد اتنين تلاتة بيبقى فيه فوق متين اسود. عدل الصبح صفر. لذيذ ومعسل عمره ما بطل غير الله، ورحمة أمي أنا ناسي شكل ولادي. أحب سبابة ويطلقها.